سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الطول والإنعام، سبحان الله العظيم. يا من تسمع صوتنا في جوف الليل وترى مكاننا يا أكرم الأكرمين، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. إلهي نحمدك بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم لك الحمد يا أكرم الأكرمين. لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة شهر رمضان. لك الحمد يا ربنا أن جمعتنا في هذا المسجد، يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهي أتيناك ملتمسين رحمتك، ملتمسين فضلك، ملتمسين كرمك، متحرين ليلة القدر. اللهم فاجعلنا ممن يشهد ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن تكرمه بنفحات ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا طاقة لنا بعذابك، اللهم لا تجعلنا من أهل عذابك، اللهم حرم وجوهنا على النار، اجعلنا ممن يساقون إلى الجنة زمرا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين. اللهم يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، يا منتهى كل شكوى، يا جابر العظم الكسير، يا راحم الطفل الصغير، يا راعي الشيخ الكبير، يا الله يا كريم يا رحيم يا غفور يا تواب يا ودود يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. عبيدك المذنبون وقفوا ببابك، أقامتهم الخصاصة بين يديك، وجاء بهم الذل والافتقار إليك. أتيناك متبرئين من غفلتنا، متبرئين من ذنوبنا، نادمين على ما اقترفنا، أتيناك مستغفرين، أتيناك تائبين، أتيناك معترفين بما فعلنا. اللهم فلا تجعلنا أخيب الوافدين إليك، اللهم تب علينا توبة نصوحا تطهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. إلهي نحن عبادك المسرفون، لا نقنط من رحمتك،
اللهم فارحمنا برحمتك. إلهي أنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، لا تردنا خائبين صفر اليدين، يا أكرم المسؤولين، يا غياث المستغيثين، يا أكرم الأكرمين. يا رب بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، أن تكتبنا الليلة من عتقائك من النار، أن تكتبنا الليلة من المقبولين، أن تكتبنا الليلة من المفلحين. يا رب افتح صفحة جديدة بيننا وبينك، يا رب تجاوز عن ماضينا، تجاوز عما فعلنا، يا رب من غيرك يرحمنا؟ إذا كنت رب الطائعين فمن للعاصين؟ إذا كنت رب الذاكرين فمن للغافلين؟ من للمجرمين؟ من للمخطئين؟ من لنا يا الله؟ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجبر كسرنا. يمن كتابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تول أمرنا، أعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، أستر عوراتنا، تول أمرنا. اللهم تولنا في من توليت، اجعلنا في كنفك وعنايتك ورعايتك. اللهم نسألك أن تجعلنا ممن تحب سماع صوتهم في جوف الليل، نعوذ بك أن نعود إلى غفلتنا بعد رمضان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا رب ارحمنا يوم العرض عليك، يا رب استرنا يوم العرض عليك، يا رب لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا الله، يا الله، يا الله. ضجت إليك الأصوات بمختلف اللغات تسألك الحاجات، وحاجتنا إليك أن تبشرنا بالقبول. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد الليلة إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبور. يا رحيم يا غفور، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأنجزنا وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم اجعلنا جيل النصر وأدوات النصر، وأجر نصرة الإسلام على أيدينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وأجر الخير على أيدينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف
عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وأحسن خلاص المسجونين المظلومين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين. اللهم اجعل رزقنا حلالا مدخله وحلالا مخرجه. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم بارك لنا في والدينا، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن علمونا ومن ربونا ومن لهم حق علينا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استودعناك أولادنا، اللهم ربهم عنا، اللهم ارعهم برعايتك واكنفهم بعنايتك يا الله يا كريم. لا تجعل في ذريتنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم وفق الطلاب وزوج العزاب وتب على المذنبين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فاجعل تدبيره في تدميره واكفنا شره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت كل منا مسألته، واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا. نشهدك إلهي أنا ما جئنا إلى بيتك لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكنا أتيناك راجين كرمك. اللهم فأكرمنا بكرمك. اللهم إن الكريم يستحي إذا سئل أن يرد سائله، وأنت أكرم الأكرمين ونحن السائلون يا كريم، فلا تردنا خائبين. اللهم يا أكرم الأكرمين آتنا سؤلنا فيما يرضيك عنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، أعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من السعداء والمقبولين. اللهم صل على حبيبك محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، ولحوضه من الواردين الشاربين. اللهم أنت قلت ادعوني أستجب لكم، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.